نحن الآن بمنطقة مولاي إبراهيم، وبالضبط أمام أحد أهم فنادقها الذي تضرر من الهزة الأرضية. أيضا تحدث سكان هذه المنطقة أن عدد من الدواوير في مولاي إبراهيم تضررت وفيها أضرار مادية حيث سقوط الدور، وأيضا عدد من الضحايا ومن الجرحى. ذلك ما سنشاهده من خلال الروبورتاج، فتابعوا معنا. واحد من الدواور المتضررة، وواحد العدد ديال الدواوير في هذه المنطقة سواء جماعة أسني أو في جوكاك أو في مولاي إبراهيم تضررت على نفس الأشياء. يعني كل دوار كتلقى فيه عدد من الجرحى، عدد من الموتى، وهناك بنايات سواء الإسمنتية أو الترابية كلها انهارت. وحنا كنعطيكم النموذج من هاد من دوار تنصغرت بجماعة أسني. نحن الآن نتواجد بدوار تنصغرت بجماعة أسني بإقليم الحوز. هذا واحد من الدواوير الأكثر تضررا، بلغنا أن عدد الموتى فيه وصل إلى 9 أشخاص و3 جرحى. فوجئ السكان بهذه الهزة الأرضية، ما جعلهم يعيشون حالة من الهلع والخوف. إذا دوار تنصغرت هذا يعد نموذجا للكارثة. عدد من الدور انهارت عن آخرها سواء الترابية أو التي بنيت بالإسمنت. ولكن قالوا لنا غير واش 12 ولا 9؟ كاين 9 ماتوا و3 مجروحين. مجروحين 10 اللي ماتوا. بحال ماتوا واحد اخر، بحال مات. عاود تضاف لهم دابا شي واحد. اذا عاود تزاد واحد اخر. لا اله الا الله. عقلنا على هذا الشيء، والله ما عمرناش من هذا الشيء. ايوا هذا ما عمرناش من هذا الشيء. انتم راه ما بعيد لكم الشلا. ما كاين فين نبات وما كاين ما الصوب الدار، ما كاين المساكين وصافي. ما 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 فين تنباتوا؟ كتباتوا دابا في هاد البرد وباقي العيال اللي تبيت يجيبوهم هنا. هذا الشيء بيجيب العيال. كلشي سميتها الدوار تنصغرت. هذا دوار تنصغرت.
اذا كاين حتى الخسائر ديال المشيه والبهائم والخسائر ديال البشر وما كاين فين ذبات ما كاين فين ما عندك ما دير يلاه واخا ويشكر ربي الخير يشكر ربي الخير انت من السكنة تاع هاد البلاصه هادي نعم انت من السكنة تاع هاد كيفاش تلقيت هاد الكاليتا هادي والضحايا اللي كاين شي ضحايا هنا اخويا انا كنت في السوق وملي تحرك هذاك الشيء هنا في السوق جيت انا شديت ثلاث دوار ولا دو ولا ما لا تاع حاجه انا من تهضروا الناس كتغوت شي طاح عليه الدار شي خارج على برا كيغوت شي مات المهم كاين تقريبا شحال ديال الضحايا عندكم هنا تقريبا دابا قالوا 9 ديال الموتى وشحال الجرحى الجرحى قالوا شي ثلاثة ديال الجرحى واش كاع الناس يعني الدوار كيكون معروف واش كاع الناس اللي فيه باينين ولا كاين اللي مفقودين اللي باقيين تحت الانقاض ولا شحال لا الناس اللي كاينين في الدوار باينين كلهم يعني ما كاين حتى شي واحد لا الجار كيعرفين ما شنو كاين في الدار وعندكم معلومات على دواوير اخرى لا من غير الدوار لا بحال كنت دابا تجاري خصني نعرف شنو كاين في الظل حدايا هي الدار ما سكنتش اذا ما سكن فيها حتى حد الدار ودابا الديور اللي طاحوا غير ديال التراب ولا كاينين الديور ديال السيما هي دابا ونفس معاك دابا هذيك راه فيها دوزيام ايطاج ها هي في وسط هذه راه دوزيام هذه راه دوزيام ايطاج و الدوميان طاح على السفلي طاح على السفلي وكان فيها الناس سكان راه هي باقي راه فيها الطوموبيل راه باقي الطوموبيل باقي في الكراج